تبادل التقنيات. تبادل التقنيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رواة تبادل التقنية على اليوتيوب والواتساب، أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله. نلتقي مجددا في الجزء الثاني من تطبيق فيغيت. كنا شفنا في الجزء الأول يعني بعض النقاط وكيفية التسجيل، راح نشوفه إن شاء الله في هذا الجزء كيفية يعني المونتاج. هذا المونتاج في التطبيق فيغيت هو يعني إذا كان عندنا مثلا حبينا نديرو تنشيط لبرنامج ثقافي، راح يمكن هذا التطبيق يمكننا باش نديرو يعني المونتاج، أو إلا حبينا نخدمو عن جينيريك يكون مقطع موسيقي مع مقطع صوتي. إن شاء الله كل هذه النقاط راح نشوفوها بعد هذا الفاصل ونعود. كما قلنا قبل قليل، السلام عليكم ورحمة الله. إذا حبينا نديروا مونتاج في تطبيق فيريت، يشترط تكون عندنا قطعة موسيقية ويكون عندنا مقطع صوتي، يعني أوديو يكون فيه مقطع صوتي وقطعة موسيقية، ويكونوا يعني نفس الفورما MP3. هذه باش تتم العملية بنجاح، قطعة موسيقية ومقطع صوتي ونفس الفورما MP3. على بركة الله نمشي ونشوفوا لي زوديو اللي عندنا. En découvrir plus. Ajouter des effets. Mise à niveau. Afficher les effets. Deux éléments. Audio 2020 09 14 à 11 45 31 MP. هذا المقطع الموسيقي. شوية تركيز الإخوان، طريقة سهلة ولكن شوية انتباه فقط. أنا واقف على المقطع الموسيقي، نسحب الأصبع من الأعلى إلى الأسفل، يقول لي موديفيي. موديفيي. Voilà, نكليك عليه ضغطتين. Affiche à partir de 0 seconde à 3 minutes et 55. Voilà, هنا رانا يعني امبورتينا القطعة الموسيقية. عندنا بيست 1 فيها قطعة موسيقية. دوك نبالي من اليسار اليمين حتى يقول لي امبورتي، نروح نجيبوا المقطع الصوتي. Retour rapide, rétabli, annuler l'action, terminé, importé, bouton. Voilà, importer bouton, نكليك عليها ضغطتين. Importer. Sélectionner l'audio à importer. نبالي من اليسار اليمين حتى نوقف على الاوديو المقطع الصوتي. En découvre, ajouter, mise à niveau, afficher, afficher, audio 2020, Blida, 34 secondes, aujourd'hui. Voilà, هذا هو المقطع الصوتي. نسحب الاصبع من الاعلى الى الاسفل، يقول لي sélectionner. Sélectionner. نكليك ضغطتين. Affiche à partir de 0 seconde à 3 minutes. Voilà. Donc, هنا راه عندنا دو بيست. لا بيست الاولى فيها القطعه الموسيقيه، لا بيست الثانيه فيها المقطع الصوتي. Affiche à partir de ajustable. Voilà. نبالي من اليسار اليمين مره واحده. Tête de lecture 0 seconde ajustable. Tête de lecture راهي 0 seconde. انا حبيت تبدا القطعه الموسيقيه تمشي 7 ثواني او 10 ثواني باش يدخل المقطع الصوتي. دونك هنا واش ندير، نكليكي ضغطتين على تات دو ليكتور. افيش تات دو ليكتور 0 سكوند 0 مينوت ايليمون دو سيليكتور. نبالي مره واحده من اليسار اليمين. 0 سكوند ايليمون دو سيليكتور. راهي 0 سكوند. نطلع بالاصبع من الاسفل الى الاعلى. 1 سكوند 2 سكوند 3 سكوند 4 سكوند 5 سكوند 6 سكوند 7 سكوند. نخليوها 7 سكوند مثلا، نحط صبعي فوق البوطون نلقى فيرمي. فيرمي لو بوب اب. نكليكي ضغطتين. افيش ا بارتير 0 سكوند 3 مينوت اي 55 سكوند. تيت دو ليكتور 7 سكوند اجستابل. تيت دو ليكتور راهي 7 سكوند. نبالي من اليسار اليمين. سيليكسيوني ان كليب 0 اوتي دو لا بيست بوطون فوليوم 100% 0 ديسيبل. هذا الفوليوم تاع المقطع الموسيقي راهو 100% 100%، من الاحسن نهبطوه ل 75% موان 0 75% موان 1.2 ديسيبل. نسحب الاصبع من الاعلى الى الاسفل ونهبطو ل 75. دوك نبالي من اليسار اليمين.
هي دوك نستمع الى يعني الاوديو مع المقطع الصوتي نكليكيو على روتور حتى يقولنا استومبي باش يبدا لنا المقطع من الثانيه الاولى ندير ليكتور ليكتور بوتون بوز رواد تبادل التقنيه على اليوتيوب والواتساب اسعد الله مساكم بكل خير كما استمعنا يعني راهو المقطع الصوتي مع المقطع الموسيقي يعني نيفو واحد احنا نحبين لما يتكلم المقطع الصوتي تسكت الموسيقى لما يسكت المقطع الصوتي تطلع الموسيقى دونك هنا واش نديرو نعاود نطلع لاعلى الشاشه كامل افيش ابارتير تيت دو ليكتور 11 سكوند مبالي من اليسار اليمين حتى اوتي دو لا بيست 2 سيليكسيوني un clip outil de la piste 1 volume soit panoramique 1 de piste 1 point d'édition audio 2020 09 outil de la piste 2 bouton voilà on clique ضغطتين outil piste en tête بالي من اليسار اليمين paramètres sourdine barre oblique solo lecture ajustable هذه خليوها في lecture نزيد مبالي réglage du king ajustable réglage de king نسحب الاصبع من الاسفل الى الاعلى dog king Voilà, The King. Donc, on va aller à l'aise à l'aimine, jusqu'à le réglage de King. Effet. Automation. Afficher les pistes, tout sélectionner, toutes les pistes. Réglage du King. On clique sur le bouton. Organiser. Bouton. Voilà. Donc, on va aller à l'aise à l'aimine. Du King. En tête. OK. Bouton. Seuil. 5% moins 13 décibels. Ajustable. هذه seuil راهي 5%. نسحب الأصبع من الأعلى إلى الأسفل. نهبطها على 2%. 2% moins 18 décibels. Voilà. Zidem bali emli yassar liyamin. Vitesse. 300 millisecondes. Ajustable. Vitesse nkhallouha kima rahi. Niveau du quai. 25% moins 6 décibels. Ajustable. Niveau de quai est 25. Hna ala hasab alqit'a almousiqiya. Ila kanat alqit'a almousiqiya yani fiha volume qawi yani sawt qawi. Nhabtouha l 4%. Wa ila kanat alqit'a almousiqiya yani mustawaha mutawassit. نطلعوها لل 9% نهبطوا لل 9% انا راح نديرها في 9% 16% moins 7.9 ديسيبل نسحب الاصبع من الاعلى الى الاسفل 9% moins 10 ديسيبل فوالا هكذا راهي 9% نعاود ندير اوكي في الاعلى اورغانيزي دو كينغ اوكي بوتون اوكي بار دوتي روتور رابيد بوتون دونك نستمع الى الاوديو تاعنا روتور رابيد نكليك عليه حتى يقول لي استومبي روتور رابيد استومبي باش يبدا لنا المقطع من الثانية الأولى. ليكتور بوتون. نكليكي على ليكتور. بوز. رواد تبادل التقنية على اليوتيوب والواتساب. أسعد الله مساكم بكل خير. نلتقي مجددا في هذا الشرح البسيط. مع تطبيق فيريت. أتمنى أن ينال التطبيق إعجاب الجميع. كما استمعنا لما يتكلم المقطع الصوتي تهبط الموسيقى لما يسكت المقطع الصوتي تطلع الموسيقى وهنا يعني لكل واحد فينا يختار النيفو الفوليوم اللي يعجبه أنا مثلا درتها 9% كان يحب يهبطها 4% الفوليوم تاع القطعة الموسيقية أنا هبطها ل 75 هي على حسب الموسيقى ممكن أنك تخليها 100% ولا ديرها 80% كل واحد على حسب يعني الموسيقى اللي عنده لما نكمل نبالي من اليمين لليسار التيرميني retour rapide rétablir annuler l'action terminer bouton نكليك عليها ضغطتين sélectionner audio 2020 09 14 à 11 45 31 mp3 édité projet 3 minutes et 34 secondes aujourd'hui 14 13 voilà كما استمعنا هذا هو الاوديو تاعنا يعني نوفو بروجي الى حبينا نسمعوه بليدا سيليكسيوني اوديو 2020 رواد تبادل التقنية على اليوتيوب والواتساب اسعد الله مساكم بكل خير فوالا هذه الطريقة كيفاش نديرو هذا المونتاج وكما قلت أشرت قبل قليل يعني هذا المونتاج نستعملوه في تنشيط برنامج أو
يعني حبينا نخدموا ان جينيريك لكاش حصه يعني دونك يتم الاستعمال بهذه الطريقه. بارك الله في الجميع، نتمنى يكون الشرح مفهوم وبسيط. الى شرح اخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تبادل التقنية. Échange tech. تبادل التقنية.